انا وحش قوي، انا ازاي انزلها من البيت بالطريقه دي من غير موبايل؟ كان لازم اديها التليفون وهي ماشيه. ما تشدي حيلك معانا شويه طنط وتصالحينا على بعض. اصالحكم؟ ايه كلمتني وقالت لي انها هتبلغ عني البوليس، تقول لهم ان انا اللي قتلت ابوها. يا نهار اسود، تبلغ عنك؟ تبلغ عنك ده ايه؟ وبعدين ايه ابوها ده؟ هي فرحانه بيه كده ليه؟ ما ينفعش تبلغ عنك، لازم نمنعها باي طريقه. هنجيبها منين؟ النمره اللي كلمتني منها اتقفلت. هي مش عند اختها؟ هنعمل ايه؟ طب هقول لحضرتك حاجه، انت عارفه؟ انت لازم تهربي فورا. اهرب؟ ايوه، ما هو للاسف الجريمه لابساكي لابساكي. الست مرات الراجل هتقول ان انت حاولت تقتليه قبل كده، والشهود طبعا هياكدوا انه كان بيجيلك المدرسه وكان بيهددك. يعني انت الوحيده اللي ليكي مصلحه انه يتقتل. نستخبى في اي حته يومين وانا هدور لك على حل، وما تخافيش انا في ظهرك وجنبك. وبعدين يعني انا هخبيكي في مكان لا يمكن يخطر على بال مخلوق. يومين بس ويعدوا. لا، انا عايزه اشوف ولادي. شوفيني وما تخافيش، اطمني يا طنط. قومي معايا بس، قومي معايا، انا هشوف لك حل. تعالي انا هخليك تشوفيهم. اهم حاجه ان احنا نلاقي حد يشيل القضيه دي، نقول ان هو اللي قتل الراجل ونديله قرشين، عشان خلاف قديم بينهم ولا فلوس بينهم مالناش دعوه بقى. المهم ان انت لما الدنيا تهدى امورها تبقى زي الفل، وهتشوف ولادك وكل حاجه هتبقى جميله، ولو اصلي حاجه انا هجيبها لك من هنا. يلا اتفضلي اتفضلي. على فين يا مدام شهيره؟ يعني يعني انت مش ابن سالم الالفي؟ ايوه. بتهزر يا اكرم؟ لا يا مايا، مش بهزر. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ اه دي جميله شكلها لعبت في دماغك، وهي اللي مليتك الفيلم اللي انت جاي تمثله عليا ده عشان تخلع مني يا اكرم في الاخر، صح؟ هي دي الحقيقه. زي ما قلت لك، انا ابني راجل سعيدي غلبان. امي هربت بيا من 35 سنه عشان ابويا اتقتل قدام عينيها. شفت المصيبه يا مايا؟ شفت المصيبه اللي انا فيها؟ اه شفت المصيبه. وانا بقى مطلوب مني ايه دلوقتي؟ هو ايه المطلوب منك؟ ايه؟ مش مطلوب منك حاجه. تمام، ممكن بقى تتفضل وتسيبني اقعد لوحدي؟ يعني ايه؟ يعني خلاص يا اكرم، اعمل بيك ايه؟ ما بقاش ينفع. اعمل بيك ايه؟ بص يا اكرم، حكايتنا دي كلها على بعض كده ما بقتش تنفع. اكرم، انا لسه طالعه من البير اللي كنت غرقانه فيه، ومش هرجع له تاني، وكفايه قوي ان انت ضيعت لي وقتي. ضيعت لك وقتك؟ يعني انت كنت تعرفيني عشان فلوسه بس؟ يبقى جميله كان عندها حق. بالظبط كده. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.